شهر شهر يا سلمى، 30 ليل و30 شمس تغيبي عني فيهم، مش متخيل تبعدي عني شهر كامل. حبيبي تم، انا عارفه ان انت متضايق قوي، بس هنعمل ايه؟ مش احنا اتفقنا ان ده كله عشان مصلحه البنت؟ مش قادر يا سلمى، اصحى كل يوم الصبح ما اشوفش عينيك الجميله دي ولا ضحكتك اللي بتنور لي حياتي. خلاص بقى تميم عشان خاطري، ما تخلينيش اضعف. مش كفايه اني مش هحضر ولاده بنتي؟ يرضي مين بس يا رب؟ والله الحب ده رزق من عند ربنا. اخد صوره بقى مع البنوته الامريكاني. اتفضلي يا روحي. ميرسي يا حبيبي. هو انا بجد هوحشك يا تميم؟ لا عشان هتوحشيني دي كلمه قليله قوي على المشاعر اللي انا احسها. حبيبي تميم، بس الحزن انا مالك تميم وسلمى، مش كفايه طبعا على نفسي بقاله 20 سنه صاحبك ومراته تبقى اختي واول مره تولد وهتولد في امريكا. اوضه اسماعيل ما تتفتحش. حاضر يا روحي. ويطلع من اسماعيل ده؟ ابننا الذي سوف ياتي الى المستقبل. طب يعني مش كنت تشاركيني باسمه يعني بما انه يعني ابوه؟ عارفه يا دينا، كنت وحيد قبلك، بس سبحان الله انت جيتي خليتي مني انسان تاني. عارفه ازاي؟ دينا يا دينا. حبيبتي انا بتكلم على فكره. محدش يجي جنب الورد بتاعي. كنت بتكلم على فكره والله. وتاخد بالك من ورده السيالم الخضراء. انا بتكلم على فكره. تاخد بالك من السمك وبالذات نيمو صغنون ده. I'll miss you guys. كنت بتكلم على فكره. كنت بتكلم. أليكسا اكتيفيت ماكسيمم سكيورتي. كان يتكلم. أليكسا اكتيفيت ماكسيمم سكيورتي. Maximum security activated. جاهزة؟ كله تمام. جهزت الباسبور؟ شفتي بقى بطنك؟ يا بنتي شفتي ايه؟ اصلا مش باين عليا حاجة. سيب انا اللي هسوق. ايوه يا عويل. عويل. بدل ما نوصل السنة الجاية سيب يا رب. سيب يا كلبة. يلا يلا يا سلمى. يلا يا حبايبي يلا. يا ابني حرام عليك، في احنا في سباق. مش في طياره هتفوتنا؟ لا اله الا الله. ما انت عايز تنزلني في اسرع وقت عشان تفضل النسوان بتوعك. انا مين؟ عطيه السمكري اللي كان متسجل على موبايلك ده يا تميم؟ ها؟ عطيه السمكري ده احسن واحد بيرد على البارد في مصر كلها. لا يا حبيبي، دي كانت جومانا كيرفات ولا ناسي؟ ومين رافت السيدي اللي كان متسجل على موبايلك ده يا تميم؟ لا رافت السيدي بقى اسالت سهتان اللي قاعد وراكي. ماله بقى الزفت ده؟ ها سالت لسان. ايوه يعني انا معرفتش كان مين. ده راجل قذر بيسلف الناس بالفايز. لا يا حبيبي، دي كانت ورده الهزازه بتاع فندق الواحه، ولا فاكرني ناسيه؟ دايما ظلماني يا سلمى، دايما ظلماني. ولعلمك بقى الشك الظالم ده ياما خرب بيوت وودى ستات كتير في 60 داهيه. ظلم ظلم. تميم تليفونك يفضل مفتوح، مامي هتجيلك كل ثانية وهتتصل بيك كل ثانية. تنور يا حبيبتي. يلا بقى عشان فاضل 5 ساعات على الطيارة. يلا حبيبتي.
طبعا يا تميم يا حبيبي، انا لو جرى لي حاجه في السفريه دي هتجوز في خلال ساعه، مش كده؟ انا والله انت ظلماني، انا ما اقدرش اعيش من غيرك لحظه واحده. عامه انا مش فارق لي خالص، اهم حاجه بس تكون بنت ناس عشان تعرف تربي لك بنتك كويس. اقول لا الاقيها بقى حبيبتي وانا هنقي كمان. بقول لكم ايه، ما تقعدوا مع بعض في الفيلا. حتى ياخد باله من تميم، وتميم يسلي حياته. فكره عبقريه. ياخد باله مني ليه وانا رضيع؟ يا حبيبي انا بخاف ان انت تقعد لوحدك. هو فعلا واحنا عيال صغيره لما كان يقعد لوحده كان بيقعد يعيط. خلاص بقى يا حتوم هتعمل ايه؟ وبعدين انا عارفه ان انت ابن ناس مش زي وصايع. نعم. بص بقى يا تميم، انا عايزك تبسطه وتدلعه وتنسينا انا مش موجوده. ما تقلقيش خالص، ان شاء الله صوتنا يوصلكوا لغايه مصر. حاتم عايزك تحط عينك عليه ما تشيلهاش ابدا، عايز تحط في ايده كلبشات، تحبسه في اوضه وترمي المفتاح، كل حاجه مسموحه لك. عموما ما تقلقيش، انا وتومي هنبقى دلعين في تيشرت واحد. يلا بقى عشان نلحق الطياره. اتفضلي يا ابني، لسه بدري قلت لك. خمس ساعات وقت. يلا اتفضلي. لا إله إلا الله، خلي بالك من نفسك. لا إله إلا الله، ما تنسيش دعاء الركوب. ها، سبحان الذي سخر لنا هذا. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين. ايوه ايوه حتومه، ايه البنات شغلاني بتعدي مش شايفاني، وانت اليوم والتاني يسأل عليك ملايين، يسأل عليك ملايين يسأل. ولا حاجة فيك نقصاني يا ابني، فكها شوية، حرام عليك، قدامنا شهر من السعادة والسفالة يا ابني الكئيبة، ولا حد هيسألنا ويقولنا كنتوا مع مين، ولا رحتوا فين، ولا قابلتوا مين. ده ايه؟ ما بتحسش؟ جبلة يا اخي، انت مراتك راح تولد بنتك بره مصر. يا ابني رايحه تولد في امريكا، هيشموا هوا نظيف ويروحوا ديزني لاند وتبسطوا، انت فاهم حاجه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نعمل حفله عزوبيه على الضيق، احتفال حافل سافل. ما تعمل يا عم، ما انا مال يا بجم. بقول لك نعمل قعده حلوه، نتبسط، مزتين، ازازتين بيره، نصحى الصبح ولا كان حاجه حصلت. ملموم بتعملها يا عم مع نفسك، وفر الموزه والازازه. يا ريت يا سيدي، بس انت عارف ان حماتي ساكنه في الشقه اللي فوقي، يعني مستحيل. ناس ليها حظوظ بقى وناس ليها ولا بعدين. ايوه معقول. كابتن بسرعه، كابتن هات جنبها واحده حاضره موت بقى. يا مساء الفل، يا مساء كنا كابتن كابتن. ايه يا ابني ده، انت سايق اتوبيس؟ اموت واعرف انت بتدعبس في ايه. هو بشوف حاجه ناكلها في عربيتك، ميت من الجوع. على اساس يعني انك راجب ثلاجه؟ اوبا 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 اوبا، ده في رومانسيات في التابلو. الله 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 الله، من دينا؟ دينا انت مكسوفه؟ مكسوفه يا كلبه؟ مكسوف يا شقي؟ ده انت طلعت رومانسي ومدكن. شوف كاتب لك ايه يا ده حاتم، خد تعالى. يا عم حب بس ده حاجه تعالى بس اقرا لك اهو. اسمع، اوعدني وانا مسافره تبسط نفسك وتبقى على وشك احلى ضحك يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي حبيبي ايه؟ اصل اول مره اشوف دينا بتكتب لي حاجه زي كده بصراحه. اول مره دينا تعمل بتؤمن بالاشارات؟ يلا طيب، ادي اشاره. الله الله، طب ما تفهمني يعني ايه الاشارات، يعني ايه فهمني. هي فلوس حرام، فلوس حرام. احنا ما اتفقناش على كده. انت مجنون يا حاتم، ده مهم جدا، بس احنا مش محتاجينه من اصله. طيب خلينا نشتريه دلوقتي وانا هريحك. ممكن تثق فيها شويه، ده وسيله حمايه لينا احنا الاثنين. يا تمام، الحاجات دي مش بتريحني. في يا شباب، انا بطني قلبت. ماله ده؟ طيب خليه معانا دلوقتي وانا هقنعك، انا وانت هنتبسط على الاخر. قسما بالله دقيقتين وربنا هيغسل بينا الارض. طب متعصب ليه يا ريس؟
ما تهدى كده. اهدوا انتوا شوية. معانا ده؟ ايه؟ هنفضل واقفين كده كتير؟ اصبر اصبر. هو وصل اهو. مين ده؟ ده وزير السعادة. Más duro del barrio, soy traficante precario, juego a la ruleta rusa. Soy el que mata y abusa, plomo o plata. Es una frase que te mata de miedo, quiero acabar con la pobreza. يا مهيب المزاج وعالي الدماغ وثابت الخطوة. Amigos. بينور. ده بنورك. مين الأستاذ؟ أستاذ؟ لا هتغلط هنغلط قرايب على مونتو. انت جاي تصغرنا ولا ايه؟ بيقول لي استاذ. حقك عليا اشتمه. يا حيوان حبيبي. طب ليه بتحبني ولا عادي؟ اقل من العادي. مخدرات في الكومباون؟ اخرس يا جاهل. ده دراجز. دي من افضل انواع المكيفات في كولومبيا. الله اشرح لي يا نجم. اللي فوق ده اي شادو. شادو. اللي تحت ده اي لاينر حمر وجز. الله. طب الاسود؟ لا دي فاصوليا عشان عامل دايت. لا ده انت تولع بقى عشان القعده هتحلو. لا لا الحمد لله ماليش في المخدرات. ستوب دراجز تشينج يور لايف. يا سلام اتعلم يلا اتعلم. استاذ حاتم الجميل. طنط ميرفت دينا حبيبتي كويسه؟ الحمد لله. طنط بتسلم على حضرتك دلوقتي سافرت. ما انا عارفه تروح وترجع بالسلامه. دينا دي انا نسايا. انا بحبها زي رحاب بنتي بالظبط. ربنا يخليها لك يا طنط وتفرحي بيها. مين ده؟ ده بولوموندو. قصدي تميم صاحبي من ام ثانوي. تميم بولوموندو يا فندم جوز اخت انا نسايا. اه يا اخي الذكاء الاصطباحي ده ما سابش حاجه. عروسه المولد بقت بتتكلم عادي. ومين ده؟ ده اف ثانيوس كبار خبير تجميل. اه بقى متجول يعني. طب عندك اي شادو؟ الله ده انت دماغك متكلفه. اي لاينر دي مدمنه دي لازم تعالجوها. روجاجو. روجاجو انت زميله انت بتبيع في السيده صح؟ ببيع في ايه ده انت متسول؟ لا لا بقول لك ايه احفظي لسانك الغلط سهل. اوعى يغرك ان شكلي ابن ناس. انا من جوه عرباجي ومن بره والله. حبيبي قول لي طنط بقى. طنط ده كروري تيجي هنا فورا. في كائن سالاماندر دخل الكومباوند. هات معاك امير وسقا وعز. لا مع احترامي لنجوم الاكشن انا ما بخافش. ده لسه مكي. لا ده انت بتتحامي في الاعلى ايرادات. سوانا سقا اهدى عز اهدوا. خدوه على مكتب صفوت بيه هناك هيتصرف معاه. ولاد انا مش عايزاكم تقلقوا يا ولاد علشان طول ما طنط ميرفت في المكان انتوا في امان. طول ما طنط ميرفت في المكان انتوا في امان. ايه ده؟ شكلهم بيصوروا في الفيلا اللي جنبك فيلم. والنجم هناك اهو. مين ده؟ يا نجم. مين ده والنجم؟ بحبك يا نجم. مين ده؟ مين نجم الاكشن يالا. والله العظيم امي بتحبه. اسمه ايه؟ سليمان. بتحب؟ والله هو مين ده اصلا؟ سليمان عيد يا ابني. سليمان عيد. والله العظيم هو. ايوه والله بحبك يا سليمان. اقسم بالله العظيم كنت عاوز اتصور مع النجم ده. ما تقلقش اصورك معاه. الا مين صفى بدايه توما؟ ده السيد مدير الامن يا ابني اللي عرفه بعد الفلنكات. فلنكات؟ طب خلينا نشوف الحلويات. يا سلام يا سلام اديله. يا ترى الصفرة بتعمل ايه والفشة بتعمل ايه؟ حاتم بيك جميل. يا نهار ميرفت طنط سود. ايه يا ولاد انا مش عايزاكم تخافوا. انت فاكر ان ده مسدس بجد؟ اه لا ده لعبه. يا طنط يا فد يا طنط. جابولي صفرة بيه في عيد ميلادي وبحب العب بيه قوي. ربنا يخليكم لبعض. لطيف يا بانومولتو. بولوموندو. وده ايه بقى بامبام؟ ده 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 بتاع جبناه عشان صاحبنا كان بتاع فعمل لنا اشرب بقى يلا. ما انا هشربه. مش لاقي هنا ميه اشربها في جوه. امسك ده اشرب ده. طب امسكي ده. ايه القرف ده؟ دي تتبيلتي الخاصه دي توكسي. ده ريحته معفنه. اشرب اشرب اشرب. بالهنا والشفا. بالشفا. بالشفا.
تعالى بقى افصل اللاين المتوصل بموبايل مراتك عشان الزفت اليكسا ما تفضحناش والكاميرا تبعت لها الصور. اليكسا اوبن ذا دور او لا ايه؟ دور انلوكت. يا سيدي قول لها اي حاجه. السيستم ضرب، الفار كال الكابل بتاع النت، اي منكش. ما انا مشكلتي اني ما بعرفش اكذب، ولو كذبت بيبان على وشي. معلش يا حبيبي تعالى على نفسك شويه. طب اسمع بقى، اللي اقوله شرط اخر نور. الحفله دي هتتعمل هنا في الليفينج، ومفيش خروج في الجنينه، وصوت المزيكا يكون واطي، ومحدش يطلع فوق، وانا الوحيد اللي هفتح الباب، والشبابيك ديت محدش يطل منها خالص، والزفته اللي معاك دي ترميها، مش عايز اي حد يحس بها خالص، ما تفاجئنيش باي حاجه. اتفقنا. الو. ايوه يا حاتم باشا، انا عامر السكيورتي. جت تو المليان من تحت. ايوه يا باشا، في عربيه فيها بنتين مش شبه اخلاقك يدعوا ان هم جايين لحضرتك. هل ده صحيح؟ بس انا مش مستني حد يا عامر. بيقول لكم مش مستني حد. ازاي يعني؟ براه يا عم، ده احنا اللي جايين ننضف له الجنينه. قول له انت بس شهيره كرفان وهو يعرفني على طول. انا لا اعرف لا شهيره ولا اعرف بهيره، ما تدخليش حد. الو يا عامر، دخله مع عامر. دخله مع حبيبي. افتح يا صدي. يلا يابا اطلع يا عم، وسع سكه وسع يا ابني. دول المزتين اللي انا واخد منك الاذن بهم يا توما. مزتين ازازتين بيره، نصحى الصبح ولا كأن حاجه حصل. ملمومه ملمومه. ينعل ام دي الكلمه يا اخي. اللينك بتاع الكاميرات مش شغال، مش عارف تشوف البيت خالص. طب معلش جربي تاني كده. دي رابع مره اجرب. وبعدين انت قلقانه ليه؟ احنا لسه سايبينهم من كام ساعه. دينا انا ما شفتش برود كده، يعني انا جوزي موبايله مقفول وانت اصلا جوزك ما بيردش عليكي ومش عايزاني. لا لا بقول لك ايه، احنا مسافرين شهر، مش هينفع نقضي في قلق وتوتر. طب وريني الزفت ده كده. ايه بقى ممكن يعطله؟ مش فاهمه يعني. انترنت قطعت، كهرباء قطعت، اي حاجه. طب اتفضلي حاولي تبصلي لجوزك تاني لو سمحت. بعت له اوريدي من اول مره انت قلتي لي. يا ستي بعتي له تاني، ايه اللي هيحصل يعني؟ ده احنا يلا يلا سلام. يلا حبيبتي. كابتن بقول لك يا مسكر، انت وهو انتوا من الحته من هنا؟ حته مؤمرين يا بطل. كنا تايهين في العلوان وعايزين 25 حي ياسمين. اه في الحشيش. اه في شمال وبعدين قصدي الاتجاه في شمال، هتلاقي تالت فيلا على الشمال. ماشي. تحب اركب؟ وبعدين اه قصده يركب يوصلكم للفيلا. تشكر يا شهامه. معلش اصل ما بحبش اخشش المواعيد في بعضيها. اشوفكم نيكست تايم. يلا يا بطلع. حاتم جارنا شكله هيزروت الدنيا خالص. هلو بلوموندو. هلو بلوموندو. ايه ده شهيره؟ مين ده؟ ابني، اول فرحتي سرور. ابنك انت صعبتها بيت. مالك قفوش كده، ما تخليك لطيف. ده انا حتى جايبه لك هديه حلوه قوي معايا. صاحبتي وجه جديد، 3 سنين احتراف من الدوحه لابو ظبي اللي عندك على طول. ثانيه واحده. صافي. هاي، نايس تو ميت يو. نايس تو ميت مي. حتتك دي يا قفله. بقول لك يا بت، الحته دي بتاعتي. بالحضن يا ابو الموندو، وحشتني. استني بعدي امسك. ايه ده؟ ده انا عايز اكلك بسناني. لا العنف ده ما ينفعش على الباب، جوه بقى. يلا. بس الجو هنا فريش قوي، وفي جنينه وقوي الدور. فاكر الرخامه الساقعه؟ لسه فاكره يا بت منحرفه. ممكن من فضلك بس توطي الاي سي شويه عشان الدنيا حر قوي. ونوطي الاي سي ليه يا صافي؟ ما تقلعي اسهل. الريموت عندنا بايظ. بهزر معاكي. نايم الواد يا حاتم. بقول لك صافي دلوقتي خلي بالك من الواد يا حاتم. الحفله دي هتبقى هنا في الليفينج وبس، مفيش خروج في الجنينه، مزيكا واطيه، مفيش طلوع نهائي الدور اللي فوق، وانا بس اللي هفتح الباب، ومحدش يبص نهائي من الشبابيك. هو انت ازاي سكسي كده وانت بتقول التعليمات؟ امال لو شفتيني في الشغل. بقول لك يا ابو البولي، مفيش دروه كده رد على الواد؟ دروه شهيره؟
ده انا اخوك كبير. بقول لك الواد جعان. طيب اطلع رد عليه فوق يلا. لا 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 مش فوق، كله هنا يا ابني. بتقول لك غيره الواد ياخد بقين وتنزل على طول. يلا اطلع رد عليه. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. شاطر. هرضع الواد وانيم وانزل لكم بقى عشان نلعب ونتدلع وكده. حلاوتك يا شوشو. اوعى يا شوشو الواد يقشط على اي حاجه. استاذ حاتم الجميل، اخبار حضرتك ايه؟ المدام سافرت؟ سافرت توصل بالسلامه. الضيوف وصلوا؟ اصلا لاقي لهم على العنوان. قال لهم شمال في شمال. ايوه انا كمان معايا ضيوف، وكنا حابين نقضي وقت لطيف مع بعض، ففي حال حضرتك وافقت يبقى شيء جميل جدا منك، اما لو رفضت فهتبقى مفضوح والكومباوند كله هيفهم المصيبه اللي انت عاملها، مش كده ولا ايه؟ واولهم المدام، ربنا يوصلها لك بالسلامه، بعد اذنك؟ منورين يا شباب. بصوا بقى الحفلة دي هتبقى هنا في الليفينج وبس. هنا وبس، مفيش خروج في الجنينة. المزيكا واطية واطية، مفيش طلوع نهائي الدور اللي فوق، وأنا بس اللي هفتح الباب. هو وبس، ومحدش يبص نهائي من الشبابيك. واحنا جايين نبص من الشبابيك. ما تقلقش مفهوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه في كده كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين دول يا بلوموند؟ هو انا قصرت في حاجه عشان تجيب اشبال؟ طب حتى استنى لما تشوف العرض بتاعي. هو البيت ده ما فيهوش حاجه تتاكل ولا ايه؟ استني 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 يا اليكس، اوبن ذا فريدج. فريدج انلوكت. في ايه في ايه؟ اوسخه اقفلي التلاجة. لما تعرف على طلبك. ايه ده؟ ده جاتهم عفن ده ولا اكل قطط؟ قبل بقول لك انا كنت عايزاكي. بقول لك ايه يا شاطره؟ بتعرفي ترقصي؟ شات يور ماوث بيتش. بيتش؟ بيتش لما بيتشك دي طلعت لغه في تشه. انت جننتي في عقلك؟ انت بتكلميني انا كده؟ شكلي هنسر الشبشب على دماغك انت وادهم بتاعك. بتتكلمي على مين كده يا بيت؟ بس يا بيه المشاعر اقرب يا اختي. كلي عيش وانت ساكته يا معفنه. لا ده انت مش عايزه تعديها النهارده، ده هتعبي. بس بس اقسم بالله لا هتشرشح للثانيه ولا تقلي ادبها على الثانيه، اقسم بالله. لا هات ايه؟ هحبكم كلكم. بحبك ابو لوندو. قبل بعد اذنك انا رايحه التواليت. انا بحبك وعشائك. من النبي مسكر الحبايه في وشي اشتغلت. تكروري حاسه بحركه مريبه. مين موجود؟ طب يا حبيبي اكيد فكرة الساحر صح؟ ازيك يا مصطفى؟ ده مصطفى المساعد بتاعي في الشركة. دول شيكات حجز كومباوند بيراميدز هايتس، وده مفتاح الخدمة اللي فيه مفاتيح الفلل. وده وقته بس يا تيفا. معلش أنا آسف، بابا تعبان شوية واحتمال يبات في المستشفى، وأنا مش عارف ظروفي إيه. طب ليه بس يا حبيبي؟ ما إيه طيب في رعايه الله انت بقى تيفا، وخلي بالك من بابا. هو ايه صوت المزيكا العاليه دي؟ جرام بيصلحوا البتاع. يلا تيفا خلي بالك من نفسك. حاضر حاضر. يلا مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. ما تقعدش تشرب حاجه. شكرا شكرا. مع السلامه. استنى يا ابني، انت رايح فين؟ انا عايز اعمل بيبي. وده وقته يا بابا؟ محصور يا ابني لعلها الساعه الاخيره،
وبعدين انت هتقول له ربنا ايه؟ ابويا مات بحسرته؟ حاضر. لازم اعمل بيبيه. حاضر يا بابا. لازم. لازم دلوقتي حالا. في ايه يا تيفا حبيبي؟ انا اسف بس بابا عايز يعمل بيبيه. طب ما يعمل وانا مالي. يلا يا ابن الله الله يسيئك. معلش زي ما انت عارف مريض سكر. هو محصور قوي يعني؟ قوي قوي. لا. خليه يجي يا تيفا. لازم اعمل بيبي لازم. ايوه. حاج مراد انت كويس؟ حاج مراد يا نهار اسود يا نهار اسود، ده اللي كان ناقص جثه. ابوك مات يا مصطفى، ابوك مات يا حبيبي. بابا انت كويس يا بابا؟ ايه ده؟ انا مت ودخلت الجنه؟ لا عايش ودخلت النار. ايدك يا بنتي قوميني. هات ايدك يا بابا. اوعى ايد امك دي. الواد ده كسرني مرتين وهو بيشيلني، عايز يكسرني تاني. ولد عاق. نفسي اعرف البت الزفته دي سابتني وراحت فين. جرايا يا حاج، ايدك رايحه فين؟ مش بمزاجها يا بنتي، اصل انا ايدي الشمال بترعش. شلال رعاش بعيد عنك. بس دي اليمين يا حاج. ما تدققيش. جرايا بالموند، واحنا كنا متفقين على مسنين؟ يعني كنا اتفقنا على رضع؟ ملمومه ملمومه. كل ما عينه تصغر لغيرك تكتري لي بجلص. كتري كتري. اجيب ال هوبا. بتعملي ايه؟ انا كنت برن الجرس. جرس هنا؟ ايوه صح. انا هانيا، هانيا الشربيني. وانا تميم. تميم بولمون. اهلا وسهلا. ايه؟ انا من تعداد السكان. والله؟ بعمل يعني عينه عشوائيه كده وبعرف. هو انتوا كام واحد جوه في الفيلا؟ ده احنا درمغه جوه. ما تيجي نعد؟ لا 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 خليها مره ثانيه. نعد؟ معلش انا اتاخرت. بقول لك يعني دلوقتي احنا عاملين حفله جوه على الضيق كده، عشان انت عارفه ان السكان اليومين دول مضغوطين شويه. ما تيجي نفك جوه؟ لا معلش انا هجيلك مره ثانيه ان شاء الله بدري يعني. طيب لو غيرت رايك احنا سهرين للصبح. طبعا. خلاص عن اذنك. اتفضلي. ميرسي. باي باي. باي باي باي. ايه هانيا دي؟ كنت انا عامل ايه؟ عملتي ايه؟ الله يخرب بيتك، هو انت مش قلت لي ان هم مسافرين؟ المفروض طلع في ناس جوه، وواحد فتح لي وقلت له ان انا من تعداد السكان، وقال لي ان هو عامل حفله. حفله يعني سمك كتير ورزق واسع. بقول لك ايه، ولا سمك ولا زفت، انا راجعه. تعالي بس وانا هقول لك نعمل ايه. مارادونا، انا مش هرجع هنا تاني. سلام. فين الشطافة؟ فين المية؟ ايه ده؟ هي العالم الخواجات دول ما بيشطفوش؟ مرحبا، هل يمكنني المساعدة؟ مين اللي معايا في الحمام؟ أنا أليكسا مساعدتك الشخصية.
ساعديني ازاي يعني؟ مش فاهم. كيف استطيع المساعدة؟ اين الشطافة؟ الصنبور؟ خرطوم المياه؟ لم استطيع التعرف على الامر. يعني ايه؟ هقوم بلحواستي؟ افتح الشطافة يخرب بيت امك. انا ايضا استطيع السب. تبا لك. تبا لامك يا مصطفى يا تميم، الحقوني. يعني المشكلة فين يا حاج؟ بابا عايز الشحطة. والست الصوت بلا جسد دي فشختني. اللي حصل؟ الراجل مش عارف يتشطف. هو اللي دخله هنا من اساسه؟ والمشكلة؟ الشطافة اللي جوه ما بتشتغلش غير بصوت دينا. أحيح. طب وايه الحل؟ طب استنى كده ما تشوف. لحظة. يا حاج. لا، المية ضعيفة. طب وكده؟ برضه ضعيفة. وانا بحبها شديدة. طب وكده يا حاج؟ انت اتحرقت. سندينا بنت بتهدى شوية. هو انت ما بتتهدش يا حاج؟ اوعى. الف سلامة عليها يا حاج. احسن. مين اللي عمل فيه كده؟ هو انت يا اخويا ازاي فرغوط كده وانت في السن ده؟ تلاميذنا افتكرونا عجزنا، واحنا الشعر الابيض اللي بيميزنا. طب روق انت كده سيكا وانا هدلعك. سمعت الكلام ده كتير قبل كده ومحدش وفى. الصبر. حبال 70 سنة مستني. طب بقولك ايه يا مورو؟ مورو الله يسترك، ام مصطفى الله يرحمها ومش فاكر ماتت امتى، كانت لما تدلعني تقولي يا مرار مش يا مراد. طبعا غلطانة. خد العيل ده. ده سرور ابني واول فرحتي. ومش اخرها، النهارده هتحصل افراح كتير قوي. طب نيمه على ما انا البس طقم البحر واجيلك. عوام تعالي بسرعه قبل ما الشغف يموت. يا صافي انت كنت فين؟ كنت قاعده مع مشاعري. مين؟ في خلوتي رومانسيه بكلم قلبي. وقالك ايه؟ اصلي طول عمري بسمع عن الحب من اول نظره بس عمري ما جربته. ولا انا. طب ايه رايك في الليب جلاس؟ لا هو الليب حلو بس لسه ما دبتوش. اصلا المكياج بتاعي كله مستورد. يا سلام. حتى شم؟ لا اشم ايه؟ ادوق بقى. لا بعد كتب الكتاب. ايه ده يا صافي؟ انت هتتجوزي قريب؟ طب بعد اذنك هشوف الباب وكيلك. بوف. مين؟ انتوا بقى اللي طالبين خمري. خمري؟ حاتم حشيش. ايوه بس انا ما طلبتش حاجه، جايز يكون يعني الاوردر ده جه هنا بالغلط. البنت علا اللي شغاله معايا في الكول سنتر برضو كده، البنت دي يعني مايصه شويه. ده مالي بالهري ده كله؟ انا عايز اكمل قصتي. درينكت؟ في ايه؟ ايوه درينك اهو. درينكت اهي. هتضربوني ولا ايه؟ هو انت اللي طلبت الاوردر ده تمام؟ يا ابني دول ازازتين البيره اللي انا قايل لك عليهم. ازازتين ايه؟ دول صندوقين بيره وثلاثه ويسكي وثلاثه تكيلي واثنين براندي. بس احنا لازم نعمل واجب مع الموزتين اللي جايين يجاملوا دول. ملمومه. الحساب يا ابني. الحساب في الاخر. الفاتوره حلو. 7642 جنيه خمر. بتحاسب فيزا؟ ايوه بس المكنه في المكنه. لا يا حبيبي احنا ما طلبناش حاجه. ايه الاوردر النيجز دي؟ انت مش لسه قايل لي دلوقتي فين الحساب؟ طنط ميرفت ايه المفاجاه الجميله دي؟ في يا اولاد يا مؤدبين يا محترمين. ده اوردر جه غلط تقريبا، التصوير الفيلم هو اللي طالبه. سلامتك يا ابني. انت عارف انه في شركات توصيل ما بتبقاش مركزه؟ ايوه والبنت علا اللي شغاله معايا مش مركزه. اني مال انا بالكلام ده؟ القعده العائليه دي بعد ما امشي انا. انت مش لسه قايل دلوقتي ان انت جايب الخمره دي عشان النسوان اللي عندك جوه؟ جرى ايه يا ولد؟ انت يا ابني بتشرب من اللي انت بتبيعه ده ولا ايه؟ اتقي الله. اتقي الله. طب والنعمه دي يا حاج؟ نعمه ايه دي؟ خمر. طب والخمره دي؟ هما اللي طالبينها والفاتوره معايا اهي. انتوا خايفين من الحاج؟ خايفين من الحاج؟ قولوا لي. خلاص يا حبيبي بقى، قلنا ان علا غلطت وكتبت 25 بدل 26. اتفضل بقى.
بعد اذنك يا طنط ميرفت الحق اخطف العشاء. ربنا يبارك لك يا ابني. ما شاء الله، شوف التقوى، هيصلي العشاء قبل ما تاذي عشان الايمان. والله العظيم يا حاج. ما تقوليش يا حاجه تاني. ماشي يا حاجه. فعلا في الحشيش كل الناس مستبحه. بقولك ايه، ما تيجي نطلع فوق؟ تجننت يا ادهم؟ مش الراجل المنقط بني اللي جوه ده قال محدش يطلع فوق؟ ما هو المنقط بني ده برضه قال بلاش الجنينه، ودينا في الجنينه. مش وقت تصوير، تعالي بس هنتصور فوق. لا مش تعالي بس هفهمك انا. يا بنتي تعالي. لا اقول عايزين ندخل لدول. ده الاستاذ ادهم المرشدي، بس الفيلا دي بتاعت الاستاذ حاتم حشيش، لازم اذن منه. فيه اذن؟ بص يا خدامك عامر. بص يا عامر، اللي في الصوره دول اصحابي، وطالما هم عند الاستاذ حاتم، استاذ حاتم لا مؤاخذه حشيش، يبقى احنا كمان ينفع نكون عند الاستاذ حاتم. فيها جيزه والله. ما تفتحش البوابة يا صدقي، ما تفتحش البوابة يا صدقي، ما تفتحش البوابة يا صدقي، افتح البوابة يا صدقي. هما فين؟ الصوت ده هو مين؟ الزفت اللي اسمه ادهم. انت مراته؟ مش عارف، ممكن يبقى فوق. يا ابني ما تبقاش مستفز، خدها وانزل، الفيلا واسعة قوي. انت مزود الموضوع قوي. لا لا، انت اللي هادي زيادة. في ايه؟ مفيش، شكلك اريال يعني قواد. انت فاكرني مش هعرف؟ برافو عليكي، عرفت ازاي؟ انت مين يا ماما؟ انا صاحبته. قصدك هيز اكس. تعرفوا ازاي؟ طب ايدك من عليه علشان ده صاحبي. ايد مين يا ماما؟ لا 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 مفيش الكلام ده. ايد مين يا ماما؟ حسب البطارية باظت، البطارية باظت، البطارية باظت، البطارية باظت. ايه ده؟ البطارية باظت. افتح الباب. ولو يا استاذه، لازم ناخد الاذن الاول من الاستاذ حاتم حشيش. رشوه؟ تفهمتني غلط. انا قصدي حاجه حلوه منك. الهاشتاج كيسس هاشتاجيني. افتح الباب يا صدعي. هو انت جبتيني ازاي؟ وجبتي كل دول؟ وجبتي شيكو؟ انا اجيب اي حد في اي وقت. فين بابا؟ مش هتنيل. بصوا بقى يا شباب، عشان اليوم يبقى لطيف، الحفله دي هتبقى في الجنينه هنا بس، مفيش طلوع فوق، مفيش نزول تحت. حفله على الهادي، الصوت واضي، والرقص بالراحه.
انا وصلت. بلو موندو ده واقف بيتنطط. عايز الشبكه مليانه سمك. ماشي. هاني تعداد سكاني؟ بلوموندو. ايه الجمدان ده؟ ميرسي. جيتي؟ هو مش في واحد عزمني الصبح ولا انا بتهيألي؟ اه طبعا، بس بصراحة ما توقعتش انك تيجي. طب خلاص انا ممكن امشي. لا تمشي فين؟ الحفلة مولعة. قولي لي بمالك ايه في المزيكا؟ افتح البوابة يا صدقي. افتح البوابة يا صديق. الريحة حلوة. ميرسي. عاجبك الجو؟ تحفة. عايز اسألك سؤال. اتفضل. هما بتوع تعداد السكان اللي كلهم زي القمر كده ولا انت بس؟ تعداد سكاني؟ اه. ايوه طبعا. حلوين. هو انت بتشتغل ايه؟ صايع. في العقارات. مين؟ جوزك؟ لا مش جوزي. صاحبك؟ لا انا مش مرتبطة. يا سلام على العلامات. انا مؤمن بالعلامات اصلا. ده بحس انه بقى لا جوزك ولا صاحبك. اتنين نرقص. نرقص. اه ايه رايك؟ كل ده نرقص. ماشي روح راحة بس. الحفلة اتلغت. يعني ايه؟ الواد طلع ماسوني. ماسوني؟ ده هيموت فاجر. فاكر؟ فاكر ايه؟ لا نودي الدماغ دي فين؟ انا عرفت هنروح فين. مكان مريب وزحمه، واللي اسمه بلوموندو ده حاططني في دماغه. اخلعي منه. مش عارفه. تصرفي. ما انا بحاول بس. كنت بدور عليك على فكره. بجد؟ اه. اصل انا كمان بدور عليك. بجد؟ ايوه. اعمل لك حته دي مفاجاه. ايه تعالي 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 بس. معلش بس وانا مش فاهمه ايه المفاجاه. مفاجاه؟ ان انا عامل لك احلى مفاجاه. عارفه انا عامل لك ايه؟ ايه؟ اعمل لك ايه؟ شغال فين؟ اعمل لك ايه؟ اعمل ايه؟ شلحتني واعمل لك ايه؟ سلكتني يا بس بس يا نار منك. يا نار. اوبا يا ارتويه. ايوه سوري. لا لا مراري منك يا مرار. لا عادي بس. معلش ما يصحش كده. هقول لك على حاجه. الأوضة دي بس على الكرة الأرضية كلها. هنقعد بقى إيه نعد براحتنا. أنا واحد وأنتي واحد والشيطان واحد. إيه رأيك؟ رأيي؟ إرجع بقى ده. يا ناري منك يا ناري منك يا مش شغالين مع مخرج اي كلام. ده اتفقنا يا نجم اسطنبول. بالميوروب يا سيدي. حلوا مشكلتكم زي ما انتوا عايزين. باليورو بالدولار انا ما عنديش مشكله. انا طالب 300 مجاميع يجيبوا لي 12 ونص. انت عارفه انا افكر ايه؟ لا ما اعرفش انت بتفكري في ايه، لان انا ما بفكرش اساسا. انت فكر انا ابدع، انت ابرز انا اقبض. انا عندي حل للمشكله بتاعي. مشكله بتاعي ايه هي؟ Tonight the music seems so loud.
الله عليك يا نجم، احلى واحلى نجم اسطنبول. امال هو غالي ليه؟ مفيش حاجه اسمها ما اديتش الاوردر. العنوان صح، الاوردر ده لو ما جبتش حقه هيتخصم من مرتبك، وده مرتب سنه يا حمار. ها وانت مش ناقص، سيبني بقى دلوقتي عشان ورايا اوردر كتير مش فاضيه. درينك درينك ولا معاك ميه هيلبيو؟ استاذ حشيش، يا استاذ حشيش، استاذ حشيش، مش لابسه بنطلون، مش لابسه بنطلون، مش لابسه بنطلون. وشفت ايه؟ شفت شفت رجلي على الحقيقي؟ انا كده ركبت ذنب ولا ايه؟ يا رب اعفيني، يا رب اعفيني، ما انا كل حياتي بقت ذنوب، ما انا شايل خمر. يا رب عدي اليوم ده على خير يا رب. يا حوستين كلها مش لابسه بنطلونات. يا استاذ حشيش شايف النجم حللنا مشكله المجاميع السهل. النجم نجم برضو، هنعمل ايه يا نجم؟ كل ده ببلاش. بوب مارلي. يا راجل نتقابل صدف كده في الحفلات. الله يرحمك. وانتي مين بقى ان شاء الله؟ هاي انا هانيا. اهلا يا هانيا، بعد اذنك بس هاخده منك شويه. لا 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 عادي خديه، انا كده كده كنت هطلع اتمشى شويه عن اذنكم. شويه كده هاجي لك. يلا تعالى. نعم. اسمع بقى، زمن السرمحه خلاص انتهى، ومن النهارده هتشيل كل البنات اللي عندك على الفيس والانستا، وهتديني الباسورد بتاعتهم، وهتفتح الواتس بتاعك على التليفون عندي، ومنين ما اروح رجلك على رجلي، ووقت ما انام هتنام، تمام؟ خلصتي؟ اه. طب كلي عيش وشوفي لك واحد قضي معاه الليله وابعدي عني، عشان لو شفتك قدامي ههينك. هتهني؟ يلا يا جماعة بعد إذنكم، كريرت مش عايز حد في اللوكيشن. اسمع بقى يا نجم، المشهد اللي جاي ده مشهد ملحمي أب نورمال، هتخش معاك مسدسين، هتلاقي المتاريس، هتعدي من متروس واحد ومتروس اتنين، أول ما تعدي من متروس تلاتة هتلاقي أكس بنزو، خد الأكس اضرب البنزو ونط من عليه على طول. سيبك منه، أنت إيه رأيك يا نجم؟ أنت عارفة أنا أفكر في إيه؟ أنا هموت وأعرف بتفكري في إيه. اسمع، أنا هخش المسدسين الاقي متروس واحد اعدي، متروس اثنين اعدي، لحد متروس ثلاثه الاقي اكس بنزو، امسك الاكس اضرب البنزو امشي على طول بالحصان، ايه رايك؟ احلى. ايه؟ احلى واحلى يا نجم، شايف النجوم بتفكر ازاي؟ يلا يا لمعي، استيره، شميره، شمع لي النجم يلا. يلا يا جماعه فضوني الست بعد اذنكم، يلا 3 2 1 هوا. حبايب قلبي الحلوين الطعمين الرايقين، اخوكم بلوموندو بيمس عليكم. صباح الفل يا اسامه. بقول لكم ايه يا جماعه، انا قررت ان انا اغني، ايه رايكم؟ والله انتوا اللي واقفين جنبي على طول. اسمعوا بقى كلام الاغنيه. لساني برابنت، كلامي فرمان، موبايلي طيران، مش فاضي صحراء. ايه رايكم؟ كده ضمنت نجاح الاغنيه، اروح اغنيها لهم بقى. معلش لا لا مش هينفع كده ابدا. لا لا ازاي كلام الفارغ ده؟ بص بقى نجم، المشهد ده المشهد الماستر صاد اللي قلت لك عليه، هيخش عليك الرجاله بالمسدسات، هتضرب طور ورا طور، هتسيبهم بعد كده هتلاقي التابوت اللي فيه العروسه، حلو، هتاخد التابوت سنه سنه، هتفتحه وايديك مكبلين بالحديد، هتلاقي ايه؟ اكس بنزو، تاخد الاكس تضرب. انت عارفه انا افكر في ايه؟ احلى نجم. اكبر كده بقى، امك تسيبني كده وتثبتني وما تجيش. ها اديك سيجاره. زبد الجزمه، انت راضي يا بيره؟ خرب بيت اهلك. يا جماعه عايزين نهدى كده مع بعض عشان السهره تبقى ايه؟ السهرة ايه؟
لساني برابان كلامي فرمان موبايل الطيران مش فاضي سهران لساني برابان كلامي فرمان موبايل الطيران مش فاضي سهران تديني بوسه لا 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 البت موزه لا 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 شايفها خوخه لا 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 جابت لي دوخه لا 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 انا وهي في وسط الضلمه مبسوطين قوي انا وهي في وسط السهره معروفين قوي قديم انا في الملاعب والحبيب قوي وانا في الجامعه كنت مصاحب الدكتور قوي السهرة ايه حلوة اوي 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 كله بان بان صحابي جان جان شافتني بودمان شفتها بني بان بيتي بقى استاد كله على الهاشتاج ناس تيجي من السقف وناس على الباب عاملين سهرة الناس دي مين ضجه يابا الناس فين هاجمين زي العصابه الناس ايه الناس فرحانه ولعيت الحفله غربانه السهره ايه حلوه قوي 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 لساني برابان كلامي فرمان موبايل الطيران مش فاضي سهران لساني برابان كلامي فرمان موبايل الطيران مش فاضي سهران لساني برابان كلامي فرمان موبايل الطيران مش فاضي سهران يلا يا جماعه بعد اذنكم كريرت نحس بالمسؤوليه شويه الشمس هتروح مني بقول لك يا نجم في مشكله حصلت وعايزك تشيلها لي ابوس ايدك انت عملتي مصيبه لا مش انا اللي عملت مصيبه الواد اللي جنبي ده لقى النسكافيه على زرار السلو موشن فعلق فعايزك انت تشتغل سلو موشن وانا هسرعها في الايديت انت هتعرفي تعملي كده لا مش هعرف اعمل كده بس ممكن لو ما لحقناهاش يبقى جرافيكس او نشيله عادي انت متاكده هاخد اوسكار في الفيلم ده اوسكار احسن سلو موشن يا نجم بس عايزك تعمله لي على الهادي كده وانا هسرعه باذن الله ما تقلقش اوكي اوكي يلا يا جماعه النجم وافق يلا ما عنديش وقت 3 2 1 هوا When the show is still a day What she go she did it day She goes up she pulled up She get up when she's in a day بنار غيرة يا نهار اسود برق الرعد شو قلت ما تخرجيش الا باذني مين ده شايله ده جوزي برق الرعد ومين ده انا بولو 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 ايه حاتم حشيش يا فندم حشيش جات حشيشة هنا؟ لا دي مراته صاحبتي ايوه مراته صاحبتي وجايين هنا عشان عاملين النهارده عندنا عيد ميلاد هند كل سنه طيبه هند ادي بوسه لعمو لا مش صاحبتي مش لا يعني حضرتك هنا في شباب وبنات وفاكهه تجمع اسري لطيف اه ده الليله كلها لحمه ايه ولا كاننا في السلخانه ودول مختومين بقى ختم الصحة ولا ختم انا؟ واخدين يا معلم واخدين شفت بقى يا حبيبي انك ظالمني بغير عليك يا شوشو خص عليك يا رعودي تغير عليا تشك فيا لا ده انت حبيبي وقلبي وفشيتي وكبدتي والكوارع يا مدام سايباني بوقه فشخاني ومعشماني وسايبه الواد يعمل بيبي بوقي الليلة السودة دي مين ده؟ ده جوزي ابو سرور ومين ده؟ ده عم عبده الطباخ والسفرجي ومربي الاطفال هنا في القصر ده ابو ده
صح صح، نفس العين ونفس البق ونفس الخدود وكل حاجة. بس نصيحة، ايه؟ اعمل للواد ده تحليل بول عشان عنده أملاح. واد حيدي. وادي ان على ابوك قولك كلب. عايزة مني حاجة بقى؟ خد معاك الواد. ماشي، تعالى يا حبيبي. فخريش، قبل 6 الصبح هكون في البيت. قشطة، أنا كده اطمنت بقى إن أنت مع الناس الصح في المكان الصح. أروح أنا بعمل الغلط. يلا يا رجالة. يلا. ايه ده؟ اقسم بالله اجمل واحد. اقسم بالله كذاب كده. بس لذيذ. بقول لك ايه؟ استنى هو اللي نفسك مشيت من نفسك. وانت بتغيبي فين؟ ما انا شفتك على المسرح. بجد؟ ايه؟ عجبتك؟ تحفه. تحب النسوان انت صح؟ قوي. هتقولي اللي ضرب نار هنا. ايه ده دينا مسافره وحاتم الجميل عامل حفله. نزل ايدك يا غراب منك ليه يا سعاده البيه؟ احنا ما ينفعش نتشال الا بلا كده. انا معايا نجم محترم وانا مخرج محترم وليا اسمي والكارنيه بتاعي هو سعادتك. اهو اهو معاك المخرج العالمي قاسم الغيث. ما اعرفكش. ايه؟ خدوا احلقوله. ليه وانا خروف يا احلقولي ليه؟ احلقوله. اتصرف يا نجم اتصرف، مش هينفع كده. ايه ده؟ ايه يا حاتم بيه ده؟ مش تقولي ان النجم هنا عندك؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. منور يا نجم منور. مربع مربع. على فكره انت اخر فيلم عملته مع هيفا كنت تجنن. اوه اي لاف ات. هيفا دي مربع مربع بالقشطه. طب اقول لك ايه؟ فاضل شوت شوت واحد بس. شوت؟ يلا نشربه ونروح. يلا يلا فوقوا يا بنات يلا فوقوا. حفلة عدية كده ملمومة، يا ريت حضرتك تشرفنا. حفلة؟ يعني غنى ورقص ومسخرة؟ طب وإيه يعني؟ انبسطوا 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 انبسط انبسط يا حاتم بيه. انبسط يا عمورة. انبسطوا خدوها خدوها. لا انبسطوا دينا صح. خدوها انبسطوا. الو. ايوه حبيب قلبي، بقول لك ايه، انا في كده موضوع معايا فل قوي. احنا بنصور جنب فيلا بس فيها ايه ملياطها، ومعايا صور وفيديوهات ابعت لك. حفله زي حفلات كتير ممكن تكون موجوده، بس الحفله دي فيها بعض الحاجات كده المريبه. الحفله دي عاملها واحد اسمه تميم بلوموندو. نكسر نكسر البولموندو. انا بولموندو كين انا بولموندو كين. مين بولموندو ده؟ برضه محدش يعرف. جان بول بلموندو ني با جان بول بلموندو كو نو كونيسون. C'est une autre personne. ساعات كتير بنشوف حفلات فيها جمهور كبير جدا، بس ان نلاقي الدنيا كلها واقفه بالشكل ده وطوابير. في شركة بولموندو لو كان نضال جونغو ده واه ومن هندو شيه هي تين تا زو هن دا ده باي دوي. معموله في فيلا يملكها مدير بنك اسمه حاتم حشيش، شهرته كمان حاتم الجميل. جان بول بلموندو اي حاتم الحشيش جولي ils ont fait une fête très intéressante. حاتم خسيس على جميله. السوشيال ميديا اتقلبت مش في مصر بس، انا فوجئت بحسابات لمواطنين اجانب عايشين بره مصر بيتكلموا عن حفله في مصر عاملها واحد اسمه تميم بلوموندو. مين تميم بلوموندو وايه الحفله اللي هو عاملها دي؟ ان بول موندو كين 前两天在IG这边发现了一个很大的一个派对，他的这个创作者叫布勒蒙多。 Enapulmondokin，Enapulmondokin。
حراميه زي القمر. عجبتك؟ قوي. مش واخده بالي كل ده. سلام. والله انا بقول بقى بدل ما اخدك على الاسم واعمل لك محضر الجمال ده كله بات في الحجز، احنا نرجع الحاجات اللي انت سرقتيها دي وكاني ما شفتش حاجه وننزل نتبسط ونسهر مع بعض، ايه رايك؟ طب تفتكر الحاجه دي ممكن ترجع؟ دي حاجتي انا. أنا بقول إن إحنا ممكن نبعتها للمدام، نبعت لها الصور والفيديوهات مع فويس نوت حلوة كده نولع الدنيا. ولا تديني الشنطة دي ونرجع الحاجة كلها مكانها. حريمي دي ولا رجالي؟ هشوفها في البيت. إيه؟ الصورة إيه حلوة قوي قوي. فضيحة إيه جامدة قوي قوي. المكان موبوق وانا بعيش وبترعرع ورزقي في الاماكن الموبوقه. لميت الوغش بتوعي وجيت استرزق بيهم هنا. وعرفتي منين؟ من نت يا اختي. الا قولي لي يا بيت، هي الحفله دي برعايتك؟ بولوموندو صاحب الليله دي كلها زبون قديم عندي يا اختي. هو ده يا ابله بولوموندو. واو فانتاستيك. ده قطعيه نجم يا بيت. بس شبتي سميحة. أيوة يا قبلتي. لا ما تخشيش عليا فردهم قوي كده، ده سفاني. لمي الكورال بتاعك وانسحي الباشا أجمل تحية. الباشا بلاموندو. واو واو بجد. بلاموندو بل بلاموندو بلاموندو بل بلاموندو. مركز سهر وصل يا ناس. بل بلاموندو. أنا التاريخ أنا الأساس. بل بلاموندو. مظبوط عليكم بالمقاس. انا الجامد وانا التقيل. انا اللي احط انا اللي اشيل. مالوش شبه مالوش بديل. انا اي وي بي وسي ودي. لسه مش محوق معايا. طب اعمل ايه؟ ادخل عليه بالبودي سبراي؟ مرحبا، هل يمكنني المساعده؟ نار نار قايده جوايا يا بنتي اليكسا. نار قايده جوايا. الواد كسر قلبي. عايزه تعرفي عناصر النار؟ نار ايه يا اختي اللي بتتكلمي عنها دلوقتي؟ بقول لك الواد كسر قلبي. بقول لك ايه؟ غيزي. صدقي فكره؟ وانا ست من تعمل كده. ما يغيز الراجل الا راجل غيره. شكلك فاهمة يا بنتي يا أليكس. ماشية كويس. طيب أما أقوم بقى أشوف حتة القشطة ده لحد يخدو مني. أتشو 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 يا عيب. أتشو أتشو. أليكسا، open the fridge. Fridge unlocked.
الكام والكام مش هينفع حضرتك، انا في ظروف ما تسمعش الا لارمس، انا مش عايز برضه ابوظ السياحه بس اهو اهو. خلاص بقى يا استاذ، يا استاذ حشيش والنبي، يا استاذ حشيش بتجيبي حته؟ ما شفتيش الاستاذ حشيش؟ ايوه ايه انت؟ انت اللي كنت معاه؟ مع مين؟ مع الاستاذ حشيش. عايز ايه؟ عايز حشيش. بكام؟ هو انا جاي اقضي؟ ده انت متسحول، ده انت متكحول، انت شربوك ايه انت؟ انا يا استاذ، انا شحاتي بتاع الخمر اللي انت طالبين منه خمر. انا لما رجعت بالاوردر راح الاستاذ ياسر قال لي لا لا يا شحاتي ارجع ارجع عشان ده شغلك وجيب الفاتوره بدل ما انت تلبس. قلت له البسها ليه؟ لا مش هلبسها. فانا جيت عشان ده مرتب ثاني كمان لي، وانت ما رضيتش البسه. وانا لو ما خدتش الفاتوره هرجع وهيقولوا عليا اني حمار، ورديك يقولوا عليا اني حمار. انت لسان اللي يقول عليك حمار. ممكن بس تقول لي في الاستاذ حشيش؟ استاذ حشيش شمال في شمال في يمين يمين، وانتوا عندكم يمين ده انتوا في جهنم رش يا استاذ حشيش. بقول لك في حد بعت لك لف على الخاص. شفتيش الاستاذ حشيش؟ This is how I roll. Animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra. And like Bruce Lee, bro, I got the cloud. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. معلش يا حبيبتي، اصل انا عايز مين بقى؟ ان شاء الله مش وقته، هنكلمه بعد ما نهدي كوزات. ده واحد صاحبي ما تعرفوش. بابا فين؟ ما فيش، جاله مكالمه اتقض. مات بابا؟ مات حبيبي يا بابا. ايه ده؟ انا سامع صوت مزيكا جنبك. ناس ما عندهاش دم. طب تصوري عاملين فرح جنب الحزب، جنب العزاء. حبيبي يا بابا. ايه الصوت ده؟ دي اخته مبهدله نفسها صوت عليه. حبيبه قلبي، هو ده صوت سمين برضو؟ عايشه تبقى عمرها بره، عايزاها تصوت ازاي يعني؟ يا بنتي بقى كفايه، يلا يا مروه، يا مروه ما تعملش بنفسك كده، ما تعملش بنفسك كده يا محمود. حبيبتي امشي دلوقتي عشان الدنيا صعبه وانا مش قادره امسك نفسي. طيب تميم، انا داخله على الجوازات دلوقتي، هخلص وهكلمك على طول. رد على التليفون. ماشي حبيبتي. يا حبيبي يا بابا، الله يحرقك انت وابوك، زهقتني يا حبيبي يا بابا. فين البنت اللي كانت بتصوت؟ اه بابا يا ريتني ما سبتك لوحدك يا بابا. شفتي بطنك؟ باسبورت شور. Come with me. Your entrance has been rejected. You're going back on the first flight to Egypt. يا نهار اسود، ريجكتد؟ هي مين دي اللي ريجكتد؟ ليه ان شاء الله؟ هو احنا حراميه ولا ايه؟ هو انا وعارف ان انا حامل؟ يا
يا نهار اسود ومهبب، بعد كل اللي انا فيه ده، بعد كل الطيران ده، لا طبعا والله لا ادخل البلد. يعني هدخل البلد؟ ايه رايك بقى، ده انت راجل مفتري. عملها كل حاجة حلوة، أنا تعبانة أوي يا تميم، تعبانة ومحتاجة لك جنبي. هم قالوا إن هم هيرجعونا على أول طيارة على مصر بكرة الصبح. كلكم خاينين، عشان كده لازم تتخانوا. مالك يا حاتم؟ رد عليا، رد عليا. حاسس ان انا هموت النهارده يا تميم. طول عمري من صغري بحلم اكون زي الشباب دول، هرقص واسهر زيهم، بس الحياه دي مميته يا تميم. طول عمري بحلم احقق اللي دينا حلمها، واجيب لها اسماعيل اللي كانت بتتمناه من الدنيا. بس انا ازاي هموت النهارده؟ ما تخافش يا حاتم، مش هتموت النهارده. افصل الكهرباء عن الفيلا ازاي؟ الاكسا 44 87 هتلاقي الزرار هيفصل كل حاجه. اعمل ايه؟ هو انا فقدت سحري خلاص؟ ولا ما اكونش انا اللي معرفتش ابلفه كويس؟ معقول؟ معقول؟ معقول انا وصلت لهذا المستوى؟ الدنيا مش سهله. We'll be right back.
يا ابني انت فهمت ايه؟ سيادتك مدير الامن وفي خدمة الشعب. انا مدير امن الكومباوند والشيفت بتاعي خلص من ساعتين. اتصل بعامر المليان من تحت. اوعى تقول حاجة لطنطك مرفت. ها سيبونا انبسط بقى. هو البيت بس او كده يا بولوموندو؟ لا مش قوي، ملمومة ملمومة. نهار اسود، بيتي اللي حصل في البيت. سلمى ودينا؟ ستر ربنا بقى ان دول مش موجودين، ولو موجودين عادين في حلينا طول النهارده. تميم حبيبتي بيتي. الحمد لله على السلامة، انت اللي جابك. الحمد لله على السلامة. انت كويس؟ انا تمام يا حبيبتي. ايه اللي حصل؟ مفيش. بيتي انا قلقت عليك قوي. لا احنا كويسين الحمد لله. الحمد لله. هو ايه اللي حصل؟ مصيبة بس الحمد لله. انت شبه مراتي الخالق الناطق. هي دي هي. انا بقول كده برضو. قلبي معاك يا بولموندو، ربنا يعينك على اللي حصل لك ده كله. بس بصراحة كده انا كنت عايزة اكلمك في الحساب، فلوس يعني وكده. ولا اقول لك احنا مفيش فرق بيننا، حاول هم يبقى على الانستا. باي باي حبيبي باي. فلوس هي مين دي؟ انا ما اعرفهاش. ايه ده بقى؟ انت تخمط ربع ساعه اصحى لقيك مولع في البيت عشان تخلص مني وتداري على علاقتنا. علاقتنا؟ لا 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 لا، مش كمان تكسر لي قلبي، كمان عايز تموتني محروقه. يا رخيص يا متعدد العلاقات، يا نهار اسود. وكمان حوامل. انت ايه يا اخي؟ انت مستحيل تبقى بني ادم، انت اكيد انسان باتيتيود انيمال. انتوا كلكم خاينين، كلكم خاينين، عشان كده لازم تتخانوا. مين دي؟ هشرح لك كل حاجه. لازم تتخانوا. مين ده؟ ده مات ولا ايه؟ تمير. انا خدت دي يا تمير وخدت دي كمان. ماشي ماشي. ايه ده؟ مين دول؟ شكلك هتعمل حفله تاني. لا شكلك بتطلق. بابا. بابا مين اللي على ابوك ابن كلب؟ بابا عايش يا تميم. يا عمي على ابوك ابن كلب غور. اطلع يا اسطى. حبيبي بابا. تميم ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم حاجه. انا هشرح لك كل حاجه. انا ما كنتش موافق على اللي بيحصل ده لولا الكارت اللي انت كنت سايبه لي. كارت ايه؟ الكارت اللي انت كنت سايباه في طابلوه العربيه وكاتبه لي فيه حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. كارت سلمى عرفتك حبيبتي. والله انا عارفه ان الرحله كانت طويله قوي 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 قوي، بس انت خلاص. ده انت ايه ده؟ انت هتولدي؟ تصدقي هتولد. ايه 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 ايه. يلا اشوفكم بعدين بقى. باي باي. ايه هو اللي عمل كل الكلام ده، هو يقول لك على كل حاجه وعمل ايه وسهاني وانا قاعد لوحدي في البيت في الحاجات. انا دلوقتي فهمت كل حاجه. انت استغلت ان مراتك رايحه تولد وسايبها لوحدها علشان ترجع لبولوموندو الصايع بتاع النسوان. بس هتعمل ايه؟ الخاين دايما مفضوح. سنه ونص مش عارف تستقر فيهم وتلتزم باسره وبيت وطفل. امال بعد 10 سنين هتعمل ايه فيا؟ اعمل حفله اكبر بس مش هقول. طلقني يا تميم. سلمى حبيبتي. طلقني يا تميم. يا سلمى انا بحبك. طلقني. سلمى بس. اعملي سلمى. بس. سلمى بالراحه. بالراحه. هات عربيه بسرعه. بسرعه هات. عربيه. عربيه. اعملي.
خلاص يا سلمى بقى حقك عليا. بقى لي 10 ساعات قاعد بترجاكي. صدقيني والله العظيم انا بحبك. غصب عني. يا سلمى صدقيني انا بحبك. مش هعمل كده تاني. فين المأذون؟ ما جاش لي لحد دلوقتي. خلاص يا سلمى. هو وعدني انه مش هيعمل حفلات سفلة تاني. طيب طالما بنتكلم بصراحة أنا عايز أعترف لك بحاجة عشان مبقاش في حاجة مخبية عنك. الاسم اللي لقيتيه على تليفوني متسجل باسم حسن كفتة. هو بتاع الكفتة. أيوة كده بقى. أهي ضحكت أهي. نلحق الضحكة الحلوة دي بقى قبل ما تروح. حبايب قلبي تسلمولي. حبايب قلبي بحبكوا قوي، ربنا يخليكوا ليا. تسلمولي تسلمولي يا سهى. تسلمي لي يا سهى. شدوا تكبيس شدوا تكبيس شدوا تكبيس. اللي معاه صندوق يحدفه، اللي معاه صندوق يحدفه. شدوا تكبيس شدوا. الله يسعد قلبك يا ابو فهد. بيض الله وجهك يا ابو فهد. فرحتوني. الله اكبر. لو سمحت عايز ادفع غرفه 207. انا من اول اللايف. حسبي ايه؟ ده مين بوليبوندو؟ ايمي سيلابيتو. اي ميس يو. ملمومه. سهر وصل يا ناس بالبرمنده. انا التاريخ انا الاساس بالبرمنده. مظبوط عليكم بالمقاس بالبرمنده. انا الكبير في الليله دي. انا الجامد وانا التقيل بالبرمنده. انا اللي احط انا اللي اشيل بالبرمنده. ماليش شبه ماليش بديل بالبرمنده. انا اي وي بي وسي وي دي بي. لساني برابان كلامي فرمان موبايلي طيران مش فاضي سهران. لساني برابان كلامي فرمان موبايلي طيران مش فاضي سهران. تديني بوسه لا 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 البت موزه لا 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 شايفها خوخه لا 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 جابت لي دوخه لا 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 انا وهي في وسط الضلمه مبسوطين قوي. انا وهي في وسط الصاله معروفين قوي. قديم انا في الملاعب والحبيب قوي. وانا في الجامعه كنت مصاحب الدكتور قوي. السهرة ايه حلوة اوي اوي اوي. 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 كله بان بان شو
صحابي جانج جانج شافتني جود مان شفتها بريباب بيتي بقى استاد كله على الهاشتاج ناس تيجي من السقف وناس على الباب عاملين زرع وانا صارت الليالي الحلوه بتناديني وانا مش ببالي انا ببالها وفي الف واحده ببالي صعب يجي زي صعب حد يكون مكاني الناس دي مين ضجه يابا الناس فين هاجمين زي العصابه الناس ايه الناس فرحانه والعيد الحفله خربانه السهره ايه حلوه قوي 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 لساني بربان كلامي فرمان موبايلي طيران مش فاضي سهران لساني بربان كلامي فرمان موبايلي طيران مش فاضي سهران لساني بربان كلامي فرمان موبايلي طيران مش فاضي سهران لساني بربان كلامي فرمان موبايلي طيران مش فاضي سهران